نعم، العقل والنقل، شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب عظيم. يقول ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. كتاب موافقة صحيح، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. قال إن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، فإن اختلف فإما أن العقل فيه آفة، وإما أن النقل غير صحيح، وإما أن النقل غير صحيح. ما كل ما روي وكل ما دون يكون صحيحا. قد قيض الله للحديث رجالا محصوه وخلصوه وميزوا ما الدخيل فيه ووضحوا ذلك في كتب الحديث المعروفة كصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع والمسانيد، مسند الإمام أحمد ومسند الشافعي ومسند غيرهم. نعم، والمسند معناه أن يذكر أو يذكر كل ما رواه هذا العالم، كل ما رواه هذا العالم يجمع ثم ينتقل إلى عالم آخر فيذكر كل ما رواه ويجمع في المسند، مسند الإمام أحمد، مسند أبي حنيفة، مسند كذا، مسند نعم، بين فيه مسند الدارمي. نعم.